كذا جاهزة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، وعساكم من عوادة، ونسأل الله تعالى أن يكون عيد خير ونصر وتمكين للمسلمين في كافة بقاع الأرض، اللهم آمين. الآن أنا متوجه إلى كليمسون، والآن وصلت كليمسون. طبعا كليمسون هي بعد راح أقول لكم منطقة جامعية، وهنا المسجد تبعنا يبعد عن بيتي تقريبا 35 مايل أو عفوا 35 دقيقة عن بيتي. والآن يعني بحاول أن أروح شوي بكير شوية منجهز المسجد. طبعا الشباب اليوم راحوا على المسجد الساعة 5 الصبح أو 5 ونص قبل صلاة الفجر أنهم ينظفوا المسجد ويضبطوه ويجهزوه، ولكن الآن نروح نعمل اللمسات الأخيرة إن شاء الله. الحمد لله. طبعا شايفين اليوم الجو ماطر ما شاء الله، إله يومين مطر، وكمان اليوم كله مطر، وبكرة كمان مطر، ثلاثة أيام سبحان الله. يعني هاي الأشي الكويس أنه أي واحد عنده مزرعة أو عنده مزارع للإنتاج الزراعي مش بحتاج انه هين، طبعا زي ما حكيت لكم مش بحتاج وسائل الري. يعني في اضعف الحالات او في اصعب الحالات ممكن يعمل بير، والبير هذا انه ممكن يسقي المزارع تبعته. فالحمد لله الله عز وجل موفر الامطار هنا في هاي المنطقه، فالانتاج الزراعي كثير جيد وطيب ما شاء الله. طبعا لما يكون الانتاج الزراعي طيب بيكون الانتاج الحيواني كمان طيب وجيد، وهذه الفائده في المطر سبحان الله ما بيجلب إلا الخير ما شاء الله. الآن قربنا على المسجد تقريبا 3-4 دقائق، راح أفرجيكم بعض الفعاليات راح تكون اليوم إن شاء الله، والأعداد طبعا الأعداد المتوقع أنها كبيرة الحمد لله بفضل الله عز وجل، وإنه الأعداد قاعد تزداد عندنا في كليمسون، ولكن للأسف يعني كلهم بيزدادوا كطلبة، وبعد ما خلصوا الطلبة هذول خلصوا الدراسة كلهم بتوجهوا لولايات أخرى، الولايات اللي المتوفر فيها العمل. ساوث كولوراينا طبعا الاعمال مش متوفره زي مثلا نورث كولوراينا او جورجيا او فلوريدا، طبعا هذيك المناطق اكثر، ولكن كمان احنا الان بدات الاعمال هي تزيد شويه وتكثر. شايفين الزرع كيف ما شاء الله من الامطار ما شاء الله كيف. الان طبعا هاي مزارع للجامعه، الجامعه تقريبا تملك هنا الاف الايكرات، الاف. يعني انا ذاك اليوم كانوا يحكوا عن واحد مات ويمكن ترك اكثر من 1500 ايكر للجامعه، ما عنده أولاد وتركهم للجامعة عشان البحث العلمي، وبيحاول إنه يسند المنطقة اللي هو فيها. وفي هاي المنطقة بيستغلوها للأبقار الحلوب ودراسة أبقار الحلوب. المهم راح أكون أنا معاكم الآن وفرجيكم على التطورات والأشياء اللي متصايرة في المسجد إن شاء الله. ما شاء الله الآن. ازيك دكتور؟ كل عام وأنت بخير حبيب عمري دكتور، منور. فالآن وصلت الآن المسجد سبحان الله، وأنا في الطريق لقيت واحدة أفغانية بتمشي السلام عليكم براذر، هلا كل عام وانتم بخير. لقيت واحدة أفغانية بتمشي في الشارع سبحان الله، أخذتها معي. طبعا هاي بيت الإمام، المسجد، وهاي السيارات، وما في مكان نصف سبحان الله. يعني شايفين كيف العدد ما شاء الله بيزداد سنة عن سنة، اللهم صلي على سيدنا محمد. براذر I got your mother. Your mother inside. Yeah, okay. سبحان الله ما شاء الله. شايفين بس الأعداد كيف قاعدة بتزداد سنة عن سنة، والله الحمد والفضل والمنة. وإن شاء الله المستقبل سبحان الله إن شاء الله واعد لإلنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى النصر والتمكين للمسلمين في كل مكان إن شاء الله. السلام عليكم براذر، هلا زكريا، هاو ار يو. ما شاء الله شايفين الأعداد ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله. طبعا اليوم عشان مطر شوي تظبيط شوي اصعب. ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين السيارات كيف بعدها بتيجي ما شاء الله، لا قوة الا بالله ولله الحمد والفضل والمنة. شايفين كيف الاعداد ما شاء الله. طبعا الجميل انه من كافة الجنسيات
هناك من الأكراد ما شاء الله، عم أبو محمد وابنه ما شاء الله. لا إله إلا الله وحده صدق الله. هاي الهند ما شاء الله، دكتور توقير وردة. السلام عليكم، كل عام وانت بخير يا دكتور، الله يجزيك الخير. الله عيد مبارك. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الله. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا. على عم ابو كايد. السلام عليكم. عليكم صحه الله. الاثنين هذول نفس الشيء. وعلى اصحابه. Saying that, mashallah, this masjid is getting smaller. There's a lot of congregants coming. So if you want to stand up for a second, get closer to each other, walk front so that people will have space. Let's first do that before we do anything, inshallah. Stand up, come forward as much as you can, and then sit down. And then, inshallah, give more space to the people. Mashallah, بدنا. Fill up the gaps. طبعا نبغى ندخل الناس لقدام شوي لأن العدد عندنا ما شاء الله ما في مكان. ما شاء الله. والبعض الحضور كبير ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بعض الناس بتيجي تبارك الله. ما عجبك نحاول ندخل الناس بزيادة عشان يوسع المكان. هلا مبارك حبيبي. بخير. لا كيف إن شاء الله. ما شاء الله عليك، اللهم صل على سيدنا محمد. هلا بالنصر النور ما شاء الله. كل عام وانتم بخير ما شاء الله. ما شاء الله الان فتحنا المكتبة عشان العدد مش واسع ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله الان نجمع اخر شيء زكاة الفطر قبل صلاة العيد. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. بعد الناس ما شاء الله تيجي وما في مكان، سبحان الله نحطهم الآن ما في مكان في المسجد، لازم نتوسع الآن، نوسع المسجد شوي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. ما شاء الله العدل، اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله. ما شاء الله. كيف عم بكر؟ كنت بخير صلى الله عليه وسلم. ودعائه واستغفاره وقراءة القرآن. ثم جاء العيد بزهوه وبهجته وأنسه وفرحته، فهو تحفة للصائمين ومكرمة للمتعبدين وسرور للمحسنين. وقال الله تعالى ممتنا علينا: ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون، إن الأيام والليالي والشهور والأعوام مقعودة. ما شاء الله، هاي الشغلات اليمنية الحلوة ما شاء الله. هذا اللي حطوه هذا الشاي يمكن غلط. ما شاء الله بعد جل بالله تبارك الله. ما شاء الله من السكين. ما شاء الله، الله يسعد اليمن وأهل اليمن. ما شاء الله ما شاء الله. سكينة فين هي؟ هذا الآن جبت أحسن سكينة التصوير بنت الصحن ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله. ما شاء الله على جد القلب. هذه قصه يا رب. هجيب سكينه لسه بيجيب. هاي هدايا الاطفال ما شاء الله شايفينها. هاي للاطفال وزعناها، كل طفل اخذ هديه. شيخ عمر، هاي امام ما شاء الله. السلام عليكم. حياكم الله. عبد الرحمن ما شاء الله. عبد الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد. دوري عبد الرحمن ابو كايد الان في مراحلنا الاخيره بنشرهم على الوطن العربي كله ان شاء الله. اول ان شاء الله وين سكن؟ قد الشارع. قد الشارع. ما شاء الله عليه منور والله. الله يسعدك. الله يخليك. اي حبيبي اسمك ايش؟ ايه اسمك ايش؟ اسمي محمد شريف. والنعم محمد. وين يا محمد؟ بدل علي ولا شوشو. والنعم يا شوشو. والنعم يا محمد من مصر. من مصر. خفت الدم المصري طبعا. لا
طبعا ما بتبين على طول سبحان الله ما بدها شرح. هين الاكل اللي ضل في المطبخ بسكر الباب عشان اوزع لكل الناس ان شاء الله. هيو وضل لي شويه اشياء خليني اوديها. طبعا عم بفرجيكم ما شاء الله هاي بيوتي فول. ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله تركيا ما شاء الله بنغلاديش ما شاء الله اهلا وسهلا ما شاء الله اهلا وسهلا ما شاء الله يا حبيبي. هاي ما شاء الله هاي ما شاء الله عيد مبارك اهلا وسهلا بالشباب حي اليمن واهل اليمن ما شاء الله. هاي ليبيا وأهل ليبيا ما شاء الله عيدك الله يسعدك ما شاء الله منورين ليبيا ليبيا وأهل ليبيا والله الله يسعدك ما شاء الله صورة حلوة ما شاء الله هاي فلسطين وهاي فلسطين ما شاء الله شباب شباب من فلسطين انت ما شاء الله من بلد اسمها القبيبه انا شو القبيبه طبعا معروفه الله يسعدك ما شاء الله يا شباب منورين كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يا رب. لبنان هلا بلبنان وهل لبنان مني البرائب السلام عليكم هذه شعبي وكل عام بخير الله كل جاي مع بعض هاي المغرب وتونس المغرب وتونس محمد هلا بالمغرب هلا والله هلا بتونس هلا والله بشاب نورين والله أحلى وردة الله يسعدكم يا رب هلا والله وانتوا طيبين وصحة وسلام يا رب. محمد ما شاء الله يا عم كمك والله يا إرم إرم من كردستان ما شاء الله هلا باكستان ها ما شاء الله ما شاء الله أهلا وسهلا والشباب أهلا وسهلا ما شاء الله صراحة العدد جدا ومصر أي دكتور خالد من مصر وفلسطين وهي من المملكين من السعودية ويسعدكم هلا والله ويسعد الشباب هاي المغرب ما شاء الله من وين المغرب انت يا محمد؟ من طنجة طنجة ما شاء الله اللهم صل حاب ازور طنجة والله يعني ان شاء الله ازور طنجة ان شاء الله حياكم الله هاي لبنان وفلسطين ما شاء الله الله يسعدكم ابو النصر هلا والله يا شباب نورين يا شباب الله يسعدكم حياكم الله ما شاء الله رجال البنغالي ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد واو ما شاء الله فيري نايس والله بيوتيفول بيكتشر ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على سيدنا محمد الله يحفظكم يا رب عيد مبارك الله يتقبل منكم يا رب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد حبيبي الله يسعدكم يا رب الله يسعدكم عيد مبارك يا رب عم ابو محمد وإرم ما شاء الله عليهم من العراق كردستان الله يسعدهم يا رب يسعد الجميع ما شاء الله عليه ابنه صار زلمه ما شاء الله هلا هلا هيك اليوم ان شاء الله ما شاء الله انتهى الان وحب احكي لكم كمان مره كل عام وانتم بخير وصحه وسلام والله يعيد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام.